مصطفى لايف لتعليم القيادة، القيادة عالمنا. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. عندك اختبار عملي لرخصة القيادة؟ لا تقول لي متوتر، لا تقولين لي إنك متوتر وخايفة. في هذا الفيديو إن شاء الله راح أفيدكم بأشياء جدا مهمة. معاكم المدرب مصطفى، مدرب تعليم قيادة المركبات في المملكة العربية السعودية. هذا الفيديو جدا مفيد للمقبلين على اختبار العملي لرخصة القيادة، سواء في السعودية ولا في الدول العربية ولا حتى في الدول الثانية، لأن نفس الأفكار تقريبا مع خلاف طفيف. قبل ما نبدأ، إيش رأيكم تعطون لايك، تشتركون في الحساب، تنشرون هالفيديو، لأنه راح يكون مصدر رئيسي وأرشيفي لكل من يريد أن يختبر عملي لرخصة القيادة. جاهزين نبدأ؟ يلا جهزوا كوب القهوة والمكسرات، وإذا في حلا وعطوني وياكم. قبل ما أبدأ، إيش رأيكم نتفق كل واحد فيكم يشوف هالفيديو وراح لاختبار، أبي يرجع لي ويكتب لي تعليق إيش صار معاه. احتفظوا برابط الفيديو. أولا، لا تروحين الاختبار إلا وأنتي متقنة وإن شاء الله مطمئنة أنت تعرفين تسوقين. متردد خايف ما تعرف، ما أنصح أنك تروح الحين، أجل أو شوف لك موعد آخر. 2، فلنتذكر بأن الفاحص أو الفاحصة مو بأعدائنا ولا ندلنا ولا بيننا وبينهم أي ثأر، لأنه ما صار ما في معرفة بيني وبينهم، صح؟ فبالتالي هو مو مترصد لك أنه هو يرسبك، ولا هو متعمد انه هو يترصد لك. هو موظف يؤدي الواجب اللي عليه، عنده قائمة يشوف قيادتك ويسجل، وبعدين النتيجة انت اللي تحددها. اتقنت تنجح، ما اتقنت ترسب. دائما نتذكر، اذا كنت تتقنين ما راح يقدر يرسبك. طبعا لا ننسى، اذا جاء الموعد ورحنا المدرسه، نروح تكون معانا اصل الهويه والموعد، سواء صوره ورقيه او في الجوال، على حسب من مدرسه الى مدرسه تختلف. قبل ما تروح انصح بانك تشرب لك كاسه ينسون ساخن تروق شوي. طبعا انا مو طبيب، بس يقولون ان الينسون حلو. اذا وصلنا المدرسه، اول نصيحه، إياكم تجالسون الناس الكئيبين، الناس السلبيين، الناس اللي أصلا هو جاي ومتوقع أن الرسوب حليفة. غالبا إذا تفائلنا بالخير إن شاء الله نكون على خير، أما إذا صار عندنا إحباط مسبق غالبا ما أن احنا نحبط ونرسب. طيب، الجزء الثاني، الأخطاء والرسوب. لنعلم بأن الأخطاء، في أخطاء مؤدية إلى الرسوب نوعين. في أخطاء إذا تراكمت بعدد تقريبا 12 خطأ فما فوق تؤدي إلى الرسوب. طبعا ذي مو بكل المدارس أو مو بكل الدول، في اختلافات طفيفة لكن نفس المفهوم. وفي أخطاء صغيرونة، ممكن 1، 2، 3، 10، 7، 10، ممكن يعني تمشي لأن أخطاء بسيطة، لكن لا تعدي مثلا 12 أو 11 أو 14. بعض المدارس تختلف، إذا وصل عدد الأخطاء حتى لو كانت بسيطة إلى 12، 10، 15، لا رسوب. وفي عندنا الأخطاء المؤدية إلى الرسوب الفوري، وذي عادة ما تكون أخطاء مضرة بالسلامة المرورية، أخطاء لو ارتكبتها تكون نتائجها جدا وخيمة، وهذا تعطي انطباع للفاحص ان انت ما تعرف تسوق وهذا عليك خطر. لذلك من صالحك انك ترسب وترجع المدرسة، لان لا سمح الله لو فيما بعد خدت الرخصة واخطأت هالاخطاء الجسيمة اللي انت ما كنت تدري عنها، لا سمح الله تكون نتائج وخيمة. طيب، الاخطاء اللي تؤدي الى الرسوب الفوري او الرسوب المباشر تختلف من مدارس إلى مدارس، تقريبا من دولة إلى دولة، ولكن في المجمل الأخطاء الخطيرة مثل تأرجح السيارة، ما في تحكم، التنقل ما بين المسارات بشكل خاطئ، الدخول والخروج من وإلى الدوار أو المواقف بالشكل الخاطئ مو باللي انت تعلمتوه، المشي ببطء شديد، المشي بسرعة شديدة، الاصطدام، التسبب في لمركبة أخرى بالاصطدام، عدم الانتباه والتركيز، ممكن ما تشوف المرايات، ما تنظر للمرايات، ما تنظر كتف، ماشي سيدة ولا تدري يمينك ويسارك، ما تعرف تشغل السيارة،
ما تعرف حق ناقل الحركة، يعني الأخطاء اللي أصلا بمجرد ما يشوفها الفاحص تعرف إنك ما تعرف تسوق، ولو سكت راح تضر نفسك قبل ما تضر الآخرين، فبالتالي هذه يسمونها رسوب فوري. طبعا هي محصورة كثير الناس يعرفونها، حاول أكتب لكم إياها في الوصف. نجي حق الجزئية الأخرى. جاء نادى على اسمكم، ركبت السيارة، ركبتي السيارة. أول ما نركب السيارة أول شيء نتأكد بأن الأبواب مغلقة، نضبط الكرسي، نربط الحزام، نضبط المرايات. ضبط المرايات يكون نبدأ بالمراية الوسطية، ثم المراية الجانبية اللي جنب السواق، ثم المراية الجانبية اللي على اليمين. مستعدين؟ طيب، في شيء يسمونه يمكن أخذتوا بعضكم الاستعداد والانطلاق أو مهارة الانطلاق، اللي هي تختصر ب اللي تختصر بي او ام، اللي هو بمعنى يعني اوكي نحط الجير على الار او دي جهة اللي احنا بنروحها، ونعطي إشارة وننظر الى المراية ونقول بسم الله وننزل هاند بريك ونتجه بعد ما طبقنا الخطوات. طيب نجي حق الجزء الأهم اللي هو السؤال اللي يقول بو محمد في ايش راح يختبروننا، ايش راح يعطونا في الاختبار. الاختبار او فحص الرخصة في تفاوت قليل ما بين بعض المدارس او بعض الدول او بعض المناطق، تفاوت طفيف، ولكن الغالبية يركزون على الاشياء القواسم المشتركة المهمة اللي اغلبهم، مثلا المواقف الباركينج، الدخول والخروج من وإلى الدوار اللي هو استخدام الدوار، مهارة التجاوز أو تغيير المسار. وبعض المدارس تعطي مهارات أخرى تختبركم فيها مثل التلة، المرتفع، الجسر، الكوبري، مهارة التي، الجراج، حرف الثمانية، ممكن يقولك الفاحص، ممكن يعني ادعس بسرعة، خفف خفف. باقي عندنا الجزئية الأهم وهي نصائح وإرشادات أثناء الاختبار لازم تنتبهون لها. أعطيتوا لايك ولا بعد؟ دائما وابدا نعطي اشاره وننظر الى المرايه وننظر نظره كتف في الوقت اللي نحتاجه، اللي هو مثل الدخول والخروج من المواقف، الدخول والخروج من الدورات، تغيير المسار، الالتفاف، اليوتير. ولما نجي نعطي ننظر الى المرايه، انا انصح ان انت تعطي الفاحص تعطين الفاحصه لغه جسد، بمعنى وانت تسوقين ما يكفي ان انت تطالعين في المرايه بس ترفعين عيونك، لان اللي جنبك الفاحصه ممكن ما تنتبه لك. فانا انصح يكون في لغه جسد، في حركه طفيفه حتى الفاحص او الفاحصه ينتبه انك فعلا قاعده تطالعين تناظرين تنتبهين. اذا جينا ندخل المواقف الباركنج ما نداعي ان احنا نكثر حركات، نلف يمين نلف يسار نرجع ورا نجي قدام، ماذا؟ لان كثرتها دي تؤدي الى الرسوب. يعني بعض المواقف مثل ما تعرفون فقط 3 حركات تكفي، ممكن حتى 10 ثواني تكفي، لكن اذا اطلت واطلتي في الدخول في الموقف هذا راح يعطي انطباع ان انت ما تعرفين تسوقين. دائما اذا جينا بنمشي بننطلق ننظر الى المرايات ونعطي اشارات، لا تمشون بشكل عشوائي. الضغط على دواسة البنزين أو دواسة البريك ما يكون بشكل مفاجئ بحيث أنه يعني تشعر اللي وياك أن أنت حتقفزهم من برا السيارة، لا، يكون سلس. عند تغيير المسار أو عند الانتقال ما نحذف السيارة حذف شديد، خفيف، شيء سلس. لما نجي نعطي إشارة إذا بنلف أو بندخل أو بنطلع ما نعطي بشكل متأخر إذا اقتربنا عند المكان، لا، بوقت مناسب. ايضا لما نجي ندعس على البريك ما ندعس على البريك متاخر اذا وصلنا كلش، لا، من قبل بشكل تدريجي. التردد في اتخاذ القرار عند الدخول او عند الخروج من والى احيانا دي تؤدي الى الرسوب، يعني انت ما قاعد تعرف تقدر، لذلك يجب ان احنا ناخذ القرار بالشكل السليم. على سبيل المثال الخروج من الدوار، لما نجي بنسوي اليوتير، في نقطه مهمه جدا انتبه ركزوا معايا، الالتزام بالعلامات المرورية والعلامات الأرضية، لازم. يعني احنا نمشي لازم نتأكد بأن احنا ما دخلنا عكس السير، نتقيد بالسرعة، نتقيد بعدم التجاوز في معبر مشاة. مثل ما تعرفون معبر مشاة يعني الأولوية للمشاة، إذا في مشاة، ما في مشاة نمشي. الالتزام بلوحة اعطي الأولوية، مثلا نوقف عند لوحة قف وقوف تام. المهم ان احنا نلتزم بالاشارات والعلامات، جدا مهم،
لا تقولي ما انتبهت. مهم جدا ان احنا نحافظ على المسافة الآمنة بحيث اللي هي تكون السيارة ما تلتصق بالسيارة اللي قريب منها. ان شاء الله اكون افدتكم وعطيتكم الشيء المفيد، وانا متأكد ان هذا الفيديو راح يفيد كثير كثير، لذلك انا حريص على ان انتم من بعد ما تشوفون الفيديو ترجعون لي وتكتبون لي ايش صار معاكم. اخوكم مصطفى ابو محمد، دمتم بود.